هاي، غير الأماكن الخاصة في عدة أماكن يمنع على الناس زيارتها أو التجول فيها لأسباب أمنية أو متعلقة بالسلامة أو للحفاظ عليها وعلى سرية المعلومات فيها. منها كنيسة The Mormon Secret Vault الموجودة بعمق جبل بولاية يوتا الأمريكية، يلي بتضم معلومات وأسرار تاريخية عن العديد من العيل الأمريكية وتعتبر معلومات سرية ومحمية بشكل كبير. رغم أنه الفاتيكان مفتوح أمام السواح، إلا أنه أرشيفه السري يعتبر مكان محرم على العامة، وكل شخص تقريباً باستثناء كبار رجال الدين بالدولة. مخزن يوم القيامة بالناروج يلي بيحتوي على جميع أنواع البذور بالعالم للاستعانة فيها بحال حدوث أي كارثة على الأرض، ممنوع على العموم للمحافظة على البذور وحمايتها. مين قال أنه المنطقة 51 بجنوب ولاية نيفادا محرمة على الجميع باستثناء بعض المسؤولين، والحكومة بتقول أنها مجرد قاعدة عسكرية؟ أنا قال بشوفكم بكرة.